يواصل تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة المساعدات الغذائية الكبرى في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية للأهالي الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء. وأوضح التحالف أنه تم توزيع نحو 720 كرتونة في التجمعات السكنية بمدينة الحسنة ومدينة التحدي والصمود في وسط سيناء وفي ضواحي مدينة العريش.